اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده بنعملها بناء على رغبه الساده المشاهدين اللي بيتواصلوا معانا هاتفيا وبيتصلوا على شاشه القناه الاولى وبيطلبوا طلبات، فاحنا بنجمع كل الطلبات دي كلها وبنعملها في يوم كده مع بعض عملي. النهارده هعمل البطاطس السوفليه. البطاطس السوفليه من المطبخ الفرنسي ولو تركاية ولو أصول ولو ثوابت لازم يتعمل بيها. ياخد بياض بيض إذا كان حلو أو حادق ويبقى طبعا لطيف وجميل زي الكيكة الإسفنجية كده، ولكن طريقة الطهي نفسها بتختلف. فالبطاطس النهاردة معانا غنية بالنشويات والكربوهيدرات، هنعملها محشية لحمة مفرومة، ممكن نعملها فراخ، ممكن نعملها جمبري، دي الحشوة بتاعت السوفليه. معايا النهاردة طبق لطيف وجميل بيتكلم مصري، الفول الحراتي أو الفول الأخضر بتاعنا من الريف المصري والصعيد المصري اللي بوجه له تحية كبيرة من مازبيرو. هعمله النهاردة شوربة، أنا شخصيا بحب الفول الحراتي ده لما يتعمل شوربة وياخد طشة الكزبرة الخضراء مع عصرة ليمون كده، طبق ما أقولكيش يعني ينافس شوربة الكوارع أو شوربة العكاوي اللي إحنا عارفينها. معانا النهارده فطيره غنيه جدا بالقيمه الغذائيه، فطيره السجق بالجبنه والزيتون. الفطيره دي فيها عجينه متخدم عليها واخده بيض وواخده حليب وواخده زبادي في المقادير بتاعتها، والحشو معانا بقى سجق يعني بروتين حيواني مع الجبنه اللي احنا بنحبها سواء موزاريلا او بارميزان، والزيتون الاسود طبعا الشرايح بتاعته. ميزه الفطيره ديت بيحبوها الصغيرين والكبار، وقيمه غذائيه عاليه جدا. خلونا طبعا مش عايز اطول على حضراتكم لان حلقتي فيها تفاصيل كتير ومعلومه غير معلومه وفيها فكر طهوي لطيف وجميل ولكن بقيمه ماليه قليله جدا. هي دي سياسه المغازي، ان انت تقدري باقل تكلفه باقل مصاريف توصلي لمرحله الابداع في المطبخ. مثلا نطبخ يجاري يكلفي يا سيد ونعمل لست قد كده ونشتري حاجات قد كده وفي الاخر الاكل يطلع مش عاجبنا، فانك انت تعملي الحاجات اللي موجوده في الثلاجه دي حاجه لطيفه. هنطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نشوف افكار بسيطه وسهله او هتروحوا بقيت تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، محلك سرك يا ابو الشيف. تعالوا مع بعض نستاذن فريق العمل فرسان التلفزيون المصري. مقاديرنا النهارده والمشتريات بتاعتنا اعتقد ان هي في متناول الجميع، علشان ما نبقاش ان احنا بنجيب حاجات مش موجوده. معانا لحمه مفرومه تقريبا نص كيلو، سجق بلدي من عند جزار معرفه كيلو الا ربع، وعايز اقول لحضراتكم معانا شويه جبنه وفلفل رومي اخضر، والبطاطس بتاعتنا اللي هنعملها سوفليه مسلوقه بالقشره وبعد ما اتسلقت قشرناها وهرسناها وبقت معانا زي الفل. وهقول ليه سلقناها بالقشره؟ علشان ايه؟ عشان نحافظ على الكربوهيدرات اللي موجوده فيها والنشويات. البطاطس هيت معانا زي الفل، والفول الاخضر بتاعنا من على العربيه للراجل الطيب بيبيعه طبعا، جبناه وغسلناه وقطعناه وقمعناه ومعانا بالشكل اللطيف اللي حضراتكم شايفينه. هنطلع باول حاجه دلوقتي البطاطس السوفليه ازاي نعملها باللحمه المفرومه بطريقه سهله وبسيطه، ونقول للفرنسويين ان احنا نتباهى ان احنا نعمل الاكل الفرنسي ولكن بطعم مصري. المقادير على الشاشه، بطاطس مسلوقه بالقشره وبعد ما اتسلقت بالقشره قشرناها وهرسناها، لحمه مفرومه عندنا ضاني كندوز زي ما انت حابه، بصل وتوم وزبده، بياض خمس بيضات، معلقه بيكنج باودر صغيره. هي دي المقادير البسيطة السهلة لعمل السوفليه بطاطس النهاردة مع بعض. بنحط طاسة على النار، الطاسة تسخن، بنحط مادة دهنية احنا حبينها زيت زيتون او سمنة بلدي او زبدة حسب الرغبة، ولكن السوفليه دايما يحب الزبدة عشان يبقى طعمه لطيف وحلو. تعالوا مع بعض نعملها ازاي. حلو قوي، خلونا واحنا بنستخدم الزبدة دايما نستخدم معلقة زيت علشان الزبدة ما تتحرقش معانا لغايه لما توصل لدرجه الحراره، ده مهم جدا. تستخدمي الزبده في بعض الاكلات لازم تستخدمي معلقه زيت تبقى حلوه كده علشان الزبده ما تتحرقش. طيب عايز اقول حاجه مهمه، دايما لما بتعملي الحشوات للحمه المفرومه استخدمي اللحمه المفرومه ما تكونش ناعمه قوي. ليه يا عم الشيف؟ علشان تبان شخصيتها في قلب الحشوه. تقولي للجزار انا عايزه لحمه مفرومه مفرومه خشن مش ناعم، دي مهمه جدا على فكره. بنحط معلقه الزيت هنا، معانا المكعب الزبدة، حلو الكلام. أهم حاجة إن أنا أعصج اللحمة كويس وأديها التوابل اللي إحنا حابينها. طبعا الأكلة دي بريئة من الكمون والكزبرة، الأساسي فيها يا عم الشيف الفلفل الأسود، اللهم صل على النبي. اللحم بياخد لون على طول، بحافظ على السوائل اللي موجودة فيه. المفروم بالذات لازم يتعصج فيه
حلة سخنة أو في طاسة درجة حرارتها عالية، بنحط البصلة بتاعتنا، فص توب زي أي لحم بتعصجي، بس طبعا في فرق إنك بتعصجي لحم هتعمليه مع رز أو هتعمليه لحشوات مختلفة، وفي فرق إنك بتعملي لحم هتعمليه للسوفليه. هنا التوابل بتاعتي ملح وفلفل وزعتر. خد اللون، لازم يستوي طبعا سوا كامل بالشكل ده كده، واللحم يتفلفل معانا. دايما لما تعصجي اللحم المفروم بالذات انا ما بحبوش يبقى مكلكع. شايفه ازاي؟ مفلفل ازاي معايا؟ على درجه حراره عاليه جدا. ابدا احط البهارات بتاعتي. ايه بهاراتك يا عم الشيف؟ معانا روزماري، معانا بجيب حزمه الروزماري من اول الاسبوع، بتقعد معايا لاخر الاسبوع، ولكن ببقى مبسوط ان هو موجود معايا. ده روزماري في الحشو. انا بحب دايما الريحان الاخضر والزعتر في الاكل بتاعنا او في الحشوات، مهم جدا، بيعطر المعده والجهاز الهضمي بالذات. حلو الكلام، لان بيبقى في عمليه تخمير في المعده وفي القولون لما بيخشوا نعناع اخضر، ريحان اخضر، زعتر، روزماري، تبقى حاجات لطيفه وحلوه. معانا مين؟ حلو قوي. طبعا السوفليه ده كويس حضراتكم فكرتوني، في طبعا احد المتصلين من السعوديه، الشعب الاستاذ طاهر حبيبنا اتصل من السعوديه، الشعب الشقيق طبعا، بنوجه تحيه كبيره للشعب السعودي الشقيق. او اي حاجه ممكن تطلبوها احنا بنعملها. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ خد طعم الروزماري، ننزل بشويه الملح والفلفل، خلي بالك، وادي الفلفل بتاعنا. عايزه الحشوه سبايسي، مفيش مانع انك تحطي برضو بابريكا او تحطي قرن فلفل حار، اذا وارد انك بتحب الحار يعني، او ولادك بيحبوا الحار، ده مطلوب. خلاص كده اللحمه زي الفل. ايه اللي هيحصل بعد كده يا عم الشيف؟ حلو قوي. سؤال جانا على السوشيال ميديا دلوقتي، بيقول لك ايه الفرق بين السوفليه والبطاطا الكروكيت؟ بطاطا الكروكيت دي طبعا احنا بنشوفها تتباع في علب كده مجمده في السوبر ماركت او بتعملها في البيت. هي المكونات واحده للامانه، بس البطاطا الكروكيت ما بتاخدش بياض بيض مخفوق. السوفليه بياخد بياض بيض، حلو، عشان يبقى هش معايا كده وطالع عامل زي كيكه الاسفنجيه. الكروكيت بياخد بقسماط ناعم، البطاطس السوفليه ما بتاخدش بقسماط ناعم. حلو الكلام؟ الكروكيت بيتحمر في الزيت بعد تدويره وتشغيله وتصنيعه. السوفليه ما بيتحمرش في الزيت، بيخش جوه الفرن. التوابل بتاعه السوفليه مختلفه شويه، روزماري، زعتر، ملح وفلفل، الشكل اللطيف اللي حضراتكم شايفينه. اما الكروكيت تقدري تحط الطعم اللي انت حباه. كسرولة ازاز كده، وناخد المفروم اللي احنا ده اهو، اللهم صل على النبي. ايه يلا، ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ حلو قوي كده زي الفل. ريحه حلوه قوي. حلو، بنجيب الخلاط بتاعي ونوسع لنفسنا كده، اللهم صل على النبي. ومعانا بياض بيض في المقادير يا عم الشيف، ومعانا بطاطس مسلوقه، ونخلي ده هنا كده. بسم الله الرحمن الرحيم. يا تمام، فل فل، 10 على 10. حلو، معانا البطاطس بتاعتنا اهي، يلا اللهم صل على النبي. دي بطاطس اتسلقت بالقشره يا عم الشيف، بعد ما اتسلقت بالقشره بتاعتنا سيبناها لما تبرد، بردت البطاطس، بنقشرها ونهرسها عشان هنخفيها دلوقتي كده مع بعض. هنقفيها، هنعملها على مرتين على قد الخلاط. نحط بياض بيض نص الكميه كده، ده بياض 6 بيضات، خدنا 3 وسيبنا 3 هنستخدمهم تاني دلوقتي. ونحط شوية حليب، حلو قوي، وشوية الملح التمام، ونخفق دولت أول مرة. شوية ملح وفلفل أسود، ويلا في الكب. ميزة السوفليه ده من الأطباق الشتوية، إحنا عارفينها.
دي اول حاجه نبص عليه كده بسم الله الرحمن الرحيم ايه الدنيا هنا شفت القوام ده تاني نعمل كمان شويه واحده مع بعض بياض بيض شويه حليب لخاف البطاطس حطينا بياض البيض هنا كمان اهوت تمام حط شويه حليب اللي عملناه في الاولى نعمله في الثانيه شويه ملح وشويه فلفل انا بعمله بالتكنيك العالي علشان حبايبنا اللي طالبينه في السعوديه فلفل اسود وملح حلوه اللحمه اتعصجت وخلاص وخلصنا منها خلي بالك دول هنخلطهم مع بعض ويا رب الخلاط يشتغل ما يكسفنيش يلا ابن حلال تمام كده انا خلصت موضوع الايه الازعاج معلش بعتذر صوت الخلاط اشيل ده هنا كده ونوسع لنفسنا انا خدت طبعا نص كميه البطاطس اللي احنا سلقناها اللي احنا ضربناها في الكبه بالشكل ده كده ووزعها كده في طبق السوفليه لازم يكون زجاجي علشان الصوره الحلوه تبان وناخد اللحم المفروم ده يا عم الشيف اللهم صل على النبي ينزل كده ما بين الطبقتين مليانه لحمه مفرومه اي خدمه الكرم باين اهو الله اهو 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 حلو قوي زي الفل تمام اهو هتعمل ايه بعد كده يا عم الشيف هناخد السفليه اللي مضروب في قلب الخلاط ونوزعه كده على الوش شفت الجو ده كده اهو وجود البياض والحليب مع البطاطس السفليه اهو شايف الجو ده كده والله الطبق ده حلو ده كبسته بقى الطبق ده كبار السن عندك حماتك بتزورك عندك ضيوف كبار السن الميزة الطبق ده سريع المضغ سريع الهضم قيمته الغذائيه عاليه جدا سواء الكربوهيدرات او النشويات اللي موجوده في البطاطس عارفين كلها النشويات اللي موجوده فيها غير النشويات بتاعه الرز غير نشويات العيش كل ده شايفين البطاطس باخدها كلها كده ايه المطلوب من الفرن يا عم الشيف المطلوب من الفرن دي داخلها بياض بيض بالشكل ده كده اسويها يلا درجه حراره الفرن عندي 180 بدخلها الفرن البطاطس السفلي هنا بقى محطه اسمها محطه الابداع عايزه طعم جبنه هتحط على وشها شويه جبنه بارميزان بس مش جبنه موزاريلا مش عايزاها بالجبنه حط رشه زعتر زي ما انت حابه طب انت هتحط ايه يا شيف انا للامانه هحط رشه زعتر حلوه بالشكل ده كده يلا ادلعها كده وعايز اديها شكل حلو عشان تعجب ضيوفنا زي الفل السوفليه يتحط فين مكانه في الفرن بالظبط الله ايه ده ايه اللي ابداع تعالوا اشتغلوا مكاني بقى ايه الحلاوه دي خلينا نطلع فاصل صغير وندي للسوفليه وقته في الفرن تقريبا ما بين 10 او 15 دقيقه حسب الحجم الاناء اللي انا حاطه في الفرن خلينا نطلع فاصل وبعد الفاصل اوعوا تروحوا بعيد تابعوني يطلع السوفليه حطه هنا بسم الله الرحمن الرحيم سوفليه بطاطس محشي لحمه مفرومه الله عامل زي كيكه الاسفنجيه هنحغليه هنا مطبخنا على شاشه القناه الاولى تكلفه ماليه قليله جدا ابداع كتير جدا رؤيه وفن وابداع بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه منين يا مغازي؟ من ماس بيرو